كيما انا عندي مولات الدراري، انا عندي واحد يقرا في السنه الثانيه وواحد يقرا في السنه الثالثه. واش ما بزاف مليحه العفسه هذه اللي رايحين يديروها. عندي زوج دراري في المرحله الابتدائيه. فيما يخص السؤال على الالكترونيك ولا لي طابلات الكترونيك سون بينيفيك بور لي زونفون. على كل حال دوكا دخلنا العولمه نقولها بكل صراحه، وحتى يعني عبء للطفل الجزائري ان الحقيبه توزن 25 كيلو. انا شفتها في وليد خويا خطره ركبته بالكروسه، رفدت له الساكودو ديالو باش نديرو داخل الكروسه. صدقوني يا جماعه لا غير بزاف. دوك الطفل الجزائري هنا راه معاقب، انا نقول بلي هذا نوع من العقاب، ولازم نعرفوا بلي ماشي كل واحد عنده وليده يديه بالشوفور. كاين بعض يعني بعض الاطفال مساكن يمشيو مسافات 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر. انا نقدر نقول لك بلي ينسى الدرس كيرفد هذاك البوا، باسكو علاش؟ عنده ارهاق جسدي. هذه لازم حتى يعني وزاره الصحه تقدر هي تمد هذا الراي. انا مانيش طبيب. لا طابلات هذه اللي رايحين يديروها هي حاجه مليحه، كاين اللي يشوفوها. على كل حال مليحه، كاين كل واحد كيفاش يشوفها، على حسب العلم هذا ويطور. هي مليحه للدراري، على جال الظهر تاعهم باك يعطولهم كلش، يعطولهم يديروا الكتابات بزاف، الادوات الكتابات يديروا. ومسكين الطفل الصغير ما يقدرش يلفت الكرطاب. انا بالنسبه لي من جهه يقدروا يكونوا بينيفيك بارابور على الفوليوم تاع كما يقولوا لي ليفر وسمو، لان اوتر كوتي ثاني راح يكونوا لي زونفون بزاف ديبوندون لي طابلات. ديجا هما حنا في الدار انا نقصوا لهم باش ما يتوشيوش الاخر، دوك يولي يزيدوا يتوشيوه في ليكول. يعني وثاني عباك لو توشي ولا رولاسيون مع لو ليفر تبقى وحدها، ماشي مام دوكا ملي خلقت الانترنت ولا، مي اللي يقرا لو ليفر يبقى شاد في لو ليفر. يعني لو كونتاكت تاع لو ليفر مع الانسان بصفه عامه يبقى لازم يكون هذاك لو توشي وهذاك الاخر. حاجه مليحه مدام، حاجه مليحه بيان سور، خير من الكايي، خير من الكتابات، خير من الحضاره كما يقولوا. هذه هي اون افونس، يفو افونسي دون لا في اون 2022. هذه هي سي كوم سا فوالا. لي تابلات سي بلو براتيك، بلو براتيك على ستيلو، ستيلو يعيي، ستيلو والكايي وكلش، فهمتي؟ وانا جو بونس لي بارون سون كونتون بارابور ا سا. لكن حنا ماشي زعما باش نزوخو، باش نقصوا له نوع من العب. كي تولي عنده اون بتي طابلات، هذيك لا طابلات هذيك يقدر يعني يقدر يتحرك بها بكل راحه بلا ما يرفد هذا يعني بريمول كراريس اللي بزاف، اللي ولا يعني بريمول عيب كبير. وبالك الدوله يعني راهي دايره هذا الحساب هذا نورمالمون، راهي دايراته باسكو جا الوقت لتغيير بعد من بينها هذا المشكل هذا تاع كما يقولوا تاع الحموله للطفل الجزائري. دوك نامبور طفل راه عنده بورتابل ابار طابلات، يعني دخل في العولمه. هذه حاجه الاولى. دوزيام دي شوز، لازم هاد الطابلات هذه تكون وسيله من الوسائل، صافي دير ما تكونش كما يقولوا حاجه اللي يخرج من الميليو ديالو. وثاني كاينه حاجه واحده اخرى، دوك يعني التطور اللي رانا عايشينه والعصر انا اللي رانا عايشينه يفرض علينا احنا كنقولوا كاولياء باش ننصحوهم تكون عندهم طابلات. وشنو بالبديل؟ احنا ماناش نعايرهم كي رانا نهضروا، العكس كيكون انسان عنده مشكل وعنده البديل هذاك هو اللي رانا حابينه. وماذا بينا ما اكثر، ماذا بينا نلحقوا اكثر في لا تكنولوجي ما خير. فوالا اوني اون بو اون روتار مي سافا الحمد لله بور لو مومون، الحمد لله البلاد بدات تتطور كما يقولوا. مي سي انتيريسون ما نكذبش عليك، حاجه مليحه داروها. انا ما نكذبش عليك ماني نشوف فيه مشروع ناجح. شغل المعلومات ما يترسخوش بنفس الفكره في الالكترونيك ولو بابي. انا جو بونس تنجح باسكو لا جينيراسيون تاع دوقا عندهم في الراس ما نكذبش عليك. لاباس شغل تشوف فيهم صغار يهضر خير مني، يبراتيك كيما يقولوا البورتاب كيفاش يستعمل به اليوتيوب، يعرفوا كلش فهمتي. صافي هما بوغ سي نورمال، لا تكنولوجي تجيهم سهله فهمتي. يكون ان شاء الله مشروع ناجح، ونتمنوا الاطفال تاعنا احنا ان شاء الله كما يقولوا استمراريه، والنيفو يزيد يطلع شويه، ما نقطعوش لي سبوار سي بري، بالك تبدلوا بعض الاشياء يعني في المناهج.
لكن توجور الطفل عنده مرافقه من عند لي بارون تاعو، ويكونوا حتى يعني احنا كشعب نقدروا نعاونوهم في الشيء اللي نقدروا نعاونوهم. والسلام عليكم.